واشهد ان سيدنا ونبينا محمد
رسول الله. قال العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. في الترتيب العام، في الترتيب الزمني، في الترتيب الإلهي، الأنبياء فلهم وبعد يأتي العلماء. العلماء ورثة الأنبياء. ويمكن أن لا تكون عالما، يمكن أن تقولش عالما، تقول ضاع مني الطرف في الترتيب العام بس يجيبتين بعدين مش عالما. عندما تسعى باش تكون ولدك ولا بنتك باش يوصلوا مقامات كبيره ونيتك انك تعاند المراه هذه يعطيك الله اياها وان كنت لست عالما تصبح عالما بسعيك، تصبح عالما بسعيك مع ابنائك وبناتك في الرقي المعرفي في الرقي العلمي ونيتك انك تحب تلتقي بنفسك وبامتك بالنيه الطيبه هي تصبح من هؤلاء. العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا انما ورثوا العلم. فمن اخذ به درجة علمية
درجات اقتصادية، درجات تكنولوجية، درجات سعادتية، درجات رفاهية، درجات تربوية، درجات أخلاقية، درجات علمية، درجات سياسية، درجات اجتماعية، درجات أسرية. يرفع الله تعالى الدرجات للعائلات والمجتمعات والأفراد الذين هم بالعلم دخل العلم وكبشوا فيه وتركوا جميع فصوله وعناصره وأنواعه. دخل ذلك وما ينفق عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللي أي جديدة حبيت نقول لكم راه القرآن بالمحتوى بتاعه الشامل الرحماني الإنساني العلمي الثقافي الكامل من جملة ما أشار حتى يؤمن الناس به عبر الزمان. هو الآيات تدل عليه، اللغة التي تتكلم بها تدل عليه، السياقات القرآنية تدل على عظمة الله، المعاني تدل على عظمة الله، المحتوى الأخلاقي والتشريعي يدل على عظمة الله، ولكن ساق أيضا بعض المفاتيح العلمية. قال الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكان يكون ذرة. والغريب قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. معنى ذلك يا أيها القرآن الكريم منذ 14 قرنا قلت إن الذرة، الذرة اللي هي أكبر جزيئة هي بيتها فيها مكونات الأخرين اللي هو في العلوم وفي الكيمياء وفي الرياضيات يفهمون هذه الفيزياء. تبين بعد قولوا ان الذره فعلا فيها نواه وفيها الكترون والنواه فيه مكونات جاهزه. وقدروا المنازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فين دعوه يا اخي لا تعلموا الحساب وقس عليها الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها. هذا علم من العلوم التي يملكها الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها والسنين ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون. السيارة يا اخي، القطار يا اخي، الطيارة إشارة واضحة لأن الله أشار في الأول إلى وسائل النقل التي كانت متاحة. والخيل والبغال والحمير لتركبوهما وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كأنه قال للناس يأتي زمان وتصنع التكنولوجيا، كأن القرآن قال لنا اصنعوا التكنولوجيا حتى لا تكونوا عادة للناس. العبادات التي أمرنا الله بها، العبادات الدورية، هو رب كل شيء عباده، الخدمة تاعك رب في عباده. الأولاد يقروا في الجامعة والمسيات والمعاهد والثانويات والإعداد والروضة والأطفال والفتاتين عباده أثناء الدراسات. الفلاح في فلاحته في عباده، الإداري في إدارته لا صدق دائما لا صدق في عباده، الصياد في مركبه في عباده، الحارس في حراسته في عباده، الوزير في وزارته في عباده، المدرس في تدريسه عباده، وهكذا، والتاجر والخضار وغيره وغيره، لا صدق كلكم في عباده. لكن ثم عبادات دوريه تقوي لنا ايماننا وتقوي لنا اسلامنا، منها الصلاه. اكبر داعي للتكنولوجيا هي الصلاه. لكن لن نتنبه. الحج ركن من اركان الاسلام وعباده، نعم، لكن فيه دعوه واضحه الى التكنولوجيا. ارجع للصلاه. سمح لي توا احنا نصلي، هو يلزم نصلي في مساجد في وقت من الاوقات. بس المساجد في التكنولوجيا،
اليوم الحكومية بتخرجش الدخل. الصلاة الناس يريدون مكيفات لا غير في ذلك ولا بس. كأنه حينما دعينا للصلاة قالت لنا صنعوا مكيفاتكم، لم نسمح صنعنا الآخر. الصلاة ندخل احنا عندنا صلاة الفجر وصلاة الصبح والمغرب والعشاء كأنه متظلم. العشاء والصبح كأن القرآن والصلاة تقول اصنعوا الضوء نتاعكم، اصنعوا الكهرباء، اصنعوا النور نتاعكم. ولم نصنع ولم نتنبه حتى صنعوا من غيرنا. هذا مصدح ميكروب من قبل حينما دعينا الصلاة كأن الإسلام قال اصنعوا المصدح واصنعوا الآلات التي فيها المؤثرات الصوتية حتى تستمعوا إلى إمام الخمس كما ينبغي وتستمعوا إلى إمام الجمعة كما ينبغي. قصة نحن أمة فرض علينا الحج، والحج هو الانتقال من مكان إلى آخر. كأن القرآن حينما قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. شو معنى هذا الفج العميق؟ من مكان بعيد. شو مطلوب؟ كان المفروض العقلية العلمية قبل تاع علمائنا السابقين لو ما تولهوش فك الجزئيات البسيطة وحاولوا يفهموا الأبعاد بتاع الحج لفرضوا على التقنيين من المسلمين عبر الزمن أن نسمعوا الطهرة وأن نسمعوا السنة. لكن مع الأسف نحن الآن نحج في وسائل نقلهم. أول من دعي لصناعة الباخرة وصناعة الطائرة وصناعة السماء الحج من قبل 14 قرن. وحينما يأتي رمضان، رمضان أيضا فيه دعوة إلى هو رمضان إمساك ثم أكل، فيها دعوة إلى أن نصنع ما سنأكله، أن نصنع ما سنأكله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد الطعام قط خير من أن يأكل الطعام اليوم. فيها دعوة بالعلم والمعرفة والبحث العلمي لصناعة غذائنا وصناعة إنتاجنا. هذا ما معنى العلم، مش قليل الكفاءة، لا قليلنا لكي نصبح مخترعين، نصنع الحياة، نصنع التاريخ، نصنع الرفاهية، نصنع السعادة. باش بالعلم هذه الأركان تدعونا إلى هذه السعادة وهذا العلم وهذه الثقافة بشكل واضح. أيها الأخوة الأعزاء والأخوات الفضيلات، العلم بحرم لكن بعض المفاتيح بركة أعطيها. ثم ثلاث حاجات لازم تكون فيها عمل القلب. ثلاث حاجات داخل العلم. أولا العلم الذي خصك الله به، كل واحد منا عنده تخصص سبيساليست في حاجة، بين مجال حديد جامعة طب قضاء تربية صحة. قيس عليها قيس عليها كل التخصصات. أنت في التخصص بتاعك لن يغفر الله لك، لن يغفر الله لك ألا تكون مبدعا. اعمل فكل ميسر لما خلق عن لحم. أنت خلقت بكذا كذا، اختارك الله بكذا كذا، واصطفاك الله بكذا كذا، فأصبحت في الميدان تعمل هنا وهناك. ينبغي أن تكون صادقا في عملك وأن تؤدي عملك على أحسن نحو، تحاول أن تكون خلاقا ومبتكرا ومبدعا. لا تقول لا 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 أنا حاسب الشهادة في آخر شهر ونحب نعيش كيك عليها مش عادي. لا 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 سعادة مش عادي، لا الله لا يريد لك أن تكون عادية، يريد لك أن تكون مسلما عملاقا، يريد لك أن تكون طالبا معلوم عبقرية، ويريد لابنك التلميذ أن يكون تلميذا عبقريا مع نفسه أخرى إلا أن
كنا عندنا التكنولوجيا نتاعنا والاختراعات نتاعنا والعملة نتاعنا والاقتصاد الكبير وكذا وكذا وكذا. ونحن ما عندناش لسنا على حال جيدة جدا 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 جدا. أنا هنا واقع على الثغرات وكذا باش نغطيها ونحن بالعلم والمعرفة. هذا العلم الأولاني. التخصص نتاعك اللي تاخذ به في السؤال من إدارة ولا من وزارة ولا من غيرها. العلم الثاني إذا صح التعبير مصطلحات لا يدل فيها. التواصل الحضاري. التواصل التواصل أخلاق أخلاق. نجم نسموها علم علم أخلاق. كن متخلقا يهديك بارك فيك أحمد. كن عناقا في الأخلاق. كن عناقا في التواصل. في التواصل مع الآخرين. علم من العلوم افتك منهم افتك بقدر كبير. وإنك على خلق عظيم. خيارك أن تكون محمدياً والله شهد في أخلاقه. كن مثل يا أخي كن مثل في تواصلاتك في أخلاقك مع البشر حيث كنت. شو معناها؟ في أي رقعة في الأرض شبر الأرض أنت واقف ولا جالس مع ناس في لحظة تاريخية ما كن صاحب أخلاق فاضلة في تلك اللحظة. هذه هذه مش حينما نخرج من الجامعة نتبدل ونتلون ونتغير ونتشكل ونتبلس. يا أيها الأخوة الأفاضل احذروا احذروا. شوف يا ناس الخلق يا أيها الأخوة يا أيها الأفاضل المسلمون الآن حينما يحضرون الأعياد ويحضرون خاصة الجمعات كل أسبوع كأنهم يعتقدون بعض المسلمين أو كخذا الشيك أو كخذا الشيك على بياض خذا الشيك على بياض من عند ذلك بهذا الشيك بهذا الحضور يشفع له ان يفعل ما يشاء خارج الجنه. احذروا احذروا يرحمكم الله صلواتكم يوم الجمعه وانصاتكم الكريم الجليل العظيم لا يرحمكم صك على بياض شيك على بياض كونك تفعل ما تشاء بعد صلاه الليل. لا كن عبقريا في اختصاصك كن عبقريا في تواصلاتك واخلاقك وكن عبقريا ايضا في الثقافه العامه. شو الثقافه العامه؟ ثم ثقافه صحيه يا اخي اعرفون الحد الادنى ثم ثقافه بيئيه اعرفون الحد الادنى ثم ثقافه الحياه الزوجيه العاطفيه اعرف منها الحد الادنى يا اخي ثم ثقافه المهاره خذ نصيبك خذ نصيبك دائما اذا قصدك الناس وجدوا عندك شيء من المعرفه عندك شيء ما تنور به على الاخرين فالثقافه العامه نتاعك من تقييدك من باباك وماك ومعنى عن سيدي قم للمعلم ذاك الذي قيل فيه معلم استاذ ولا معلم قم للمعلم بوفره تبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا علمت افضل او اجل من الذين يبني وينشئ انفسا معقوله سبحانك اللهم خير معلم علمت من قلبي الغرور الاولى اخذتها من سيدتي اخذتها من الشيخ اخذتها من الكتاب اخذتها من الانترنت كيفاش تعرف روحك عن الثقافه والعلم هذا حينما في الدردشات وفي الحديث يلقوك ديما تنور افكار تنور بمبادئ عارفها وردات رسخت في عقلك لتنوم بها على من حوالك. ثلاث علوم تخصصك تواصلك الاخلاقي وثقافتك العامة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم هذا الذي لكم ولوالديكم ولوالديكم لسان المسلمين وكلنا بنا ونغفر الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم فاستغفروه يغفر لكم ودعوه يستجيب لكم.
لكم ما كنتش فاكر بها انتم. انا حينما اراكم هكذا انا اؤمن ان الله جعل على وجوهكم نورا وفي عيونكم نورا وفي اسماعكم نورا، انكم توصفون الانتباه ملبين بها الله، استجبتم وقصدتم بيت الله بهذا الجمال وهذا الوقار، وقار الانصاف وجمال السماء والانتباه والتفكر والتدبر. حتقول لها ما عنوانه؟ ما افكاره؟ ما اياته؟ ما احاديثه؟ في الاخر ستقول هناك محصله اخرج بها تبقى حتى يخرج معك نورك. حبكم منورين هنا في الجامعه، في اي جامعه، وتكون منورين ايضا بعد الباب. الله يقول لكم هذا. هل تسالون كنتم لا تعلمون؟ ينبغي ان تكون من اهل الذكر. في حاجه ما تعرفهاش لازم اخبرها. نحكي لكم القصه على عجل وقت النهاية. دائما من طريقنا ومن احدنا وكانه هذا الامام هذا الوقت اقارب الساعه واقارب الاعلام. اقول خرجوا صحابه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمة ما، فجرح أحدهم، جرح أحدهم، فتشاوروا فيما بينهم، جماعة قالوا اغتسل، وجماعة قالوا لا، عن الجرح كبير شوي، يكفيك الدم، يكفيك الدم، ولكن الذين قالوا له اغتسل كانوا أكثر، فاغتسل فمات، فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحكى له الناس حكاية. تعرف شو قال؟ تعرف شو قال؟ قتلوه، قتلوه الله، غش الرسول، قتلوه، قتلوه، إنما كما قال، إنما شفاء العين السؤال، شفاء العين السؤال، باش الواحد يعرف يعبر ويعرف يتكلم ويقول صواب ويمرض روحه، ويمرض روحه لأن حتى تصبح جريمة قتل الحديث. تصور في الحديث هذا من معانيه أن الحديث غير الصواب الذي يؤدي إلى التهلكة للناس يعتبر جريمة قتل، جريمة التاريخ. تكلموا فيما انتم سنة الله، فيما انتم في الخلق، فيما انتم في الابداع، فيما انتم في اليقين، اليقين، والا فاننا نسال الطبيب وقت الذي هو فيه على الطب، ونسال المحامي لانه متخصص في التخصص، والمهندس، ونسال الخبار في التخصص، والتجاري في التجاره، ورجل الماء في الماء، ورجل التربيه في التربيه، ورجل البحر في البحر، والذي هو في الفلاح والسلام. ولا نتجاوز قدرنا. يجب أن يخبروا أديه أديه من الإسلامية تبيه لها مفتاح كبير جدا، ليس تكلم كذا وكذا حتى لا تكون من الدراويش، والعلم والثقافة تبعدنا عن حديث الدراويش، حديث العرافين، حديث التكاسين، حديث الغشاشين. لا يريد الله هذا، إما أن تكون عالما عبقريا ذكية عارفة أن تسأل أهل الذكر. يا رب يا رب إنا وصلنا عند وصلنا لك وفتنا وفتحت القرآن أن تبا به وفعل فيه وتاتبا والسنة تبرا أن شعر ذلك الكتاب وأن هذا واشرح صدور لكل بر ونقول لكل سلام وزين الطريق من جهل ونعم البطل من شهادة. يا رب أصلح أقوال الأعمال وبلغ منصب الأمانة واصلح ازواجه البنين وكل من لنا ومن لهم ووفق الابناء والبنات لكل امر وامتحانات. اللهم يا رب سلم الرزاق والافاق وسلم الرزاق والافاق وهب لنا منك حلالا سائقا واجعل مزاد بالتقى مبلغا. ربي وقدساني على الانعام الشكر الوافي على الدوام. يا حليم يا غيوم يا غبار يا من يجيب الله وتنتظر يا من حق حقا يسقط اتباعه. يا
الاستباب. وإن أبقى الباطل وصول الجنابة. يا رب الشيطان. الشيطان. الحمد وكان. الحمد وكان. اختبر باقيات الصالحات أعمالنا. لا تجعل جبلنا هذا شقيًا.